السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم كل خير. معكم أخوكم سلطان القطاري من موقع التقريب العدود. في هذا الفيديو إن شاء الله راح أتحدث عن الهاتف المحمول LG Magnum. طبعا هذا الهاتف متوسط الأداء، سبق أن سوينا الاستعراض في مؤتمر MWC للعام 2015. أصبح الآن متوفر بشكل رسمي في السوق السعودي والسوق الإماراتي بسعر 899 ريال سعودي أو درهم إماراتي. متوفر منه اللون الذهبي وفيه كثير من الألوان الخاصة بهذا الهاتف المحمول. نتكلم عن التصميم وجودة التصنيع. الهاتف يأتي بسماكة 10.2 ملم والوزن كامل 137 جرام، لذلك السماكة راح تكون واضحة جدا، لكن الوزن جيد جدا على هذا الهاتف المحمول. الشيء اللي يميز هذا الهاتف مقارنة بعض المنافسين هو درجة الانحناء بنفس المفهوم في الجي 4، علشان تقدر تمسك الجوال بكل أريحية، وهذا الشيء اللي لاحظناه فعلا مع الماجنا، ليس بنفس مفهوم الانحناء الموجود في الجي فليكس 2. الهاتف يأتي بمادة البلاستيك، توهمك انها من معدن مثل ما شفنا في الجي جي 3، ولكن جودة التصنيع جدا ممتازة على هذا الهاتف المحمول. بالنسبة للمنافذ والأزرار، فزي ما عودتنا الجي انه الأزرار تكون بالجهة الخلفية، زر تحكم مستوى الصوت وزر الطاقة، والكاميرا الخلفية 8 ميجا بكسل مع فلاش LED والسماعة الخارجية الخاصة بهذا الهاتف محمول. إذا علقت على زر رفع الصوت فراح توصل إلى تطبيق الملاحظات، وممكن إذا علقت على زر خفض الصوت فإنه ممكن توصل إلى تطبيق الكاميرا. طبعا الهاتف المحمول يأتي بالجهة العليا منفذ صوتي 3.5 ملم، ومنفذ صغير للميكروفون ومايكرو سبي 2.0، ومنفذ آخر لعزل الصوت. نعم، بإمكانك إزالة الغطاء الخاص بهذا الهاتف المحمول للوصول إلى البطارية 2540 ملي أمبير وشريحة من نوع مايكرو سيم وايضا الذاكره الخارجيه. الشيء اللي لازم تنتبه له انه هذا الهاتف ياتي بسعه 8 جيجا بايت، فالمساحه الموفره المستخدم جدا قليله على هذا الهاتف المحمول. اذا كنت راح تستخدم هذا الهاتف المحمول في تثبيت برامج والعاب كثيره، فانصحك انك تستخدم ذاكره خارجيه، او انك تستخدم مثلا أو تبحث عن نسخة ممكن فيها سعة أكبر لهذا الهاتف المحمول. هذا فيما يخص بالتصميم وجودة التصنيع الخاصة بهذا الهاتف المحمول LG Magnum. فيما يخص بالجهة الأمامية، فعندك الكاميرا الأمامية 5 ميجا بكسل، والأزرار الخاصة بالنظام موجودة بنفس الشاشة. الشاشة عندك هنا 5 إنش 720p 294 بكسل لكل إنش. الشاشة راح تأتي أو راح تقدم لك تقنية الـ IPS LCD، لذلك الإضاءة أشوفها جيدة جدا على هذا الهاتف المحمول، والرؤية جدا ممتازة على هذا الهاتف المحمول، إضاءة جيدة جدا على هذا الهاتف. في حال أنك وضعت على الإضاءة التلقائية فإنك راح تلاحظ أن الإضاءة يعني راح تكون أقل من المستوى المطلوب بفارق بسيط جدا، فتحتاج أنك تضبط الإضاءة وبالشكل يدوي علشان تقدر تشوف وش هو موجود على هذا الشاشة. طبعا الشاشة من ناحية البكسلات، إذا قربت من الشاشة فإنك راح تلاحظ هذا البكسلات. بالنسبة للصوت فهو جيد على هذا الهاتف المحمول، ليس الأفضل، وممكن تحجب الصوت إذا مسكت هذا الهاتف بهذه الطريقة. بالنسبة للأداء والبطارية الخاصة بهذا الهاتف المحمول، فالهاتف المحمول يأتي بمعالج ميديا تك رباعي نواة 1.3 جيجا هرتز، ذاكرة عشوائية عندك 1 جيجا بايت، عندك السعة الداخلية 8 جيجا بايت، وتقنية الوايرلس بنطاق البي والجي والان، والبلوتوث الإصدار 4.1. فجربنا الهاتف المحمول من خلال برنامج الانتوتو وحقق تقريبا 19000 نقطة، يعني تقدر تقول ان الرقم جيد نوعا ما، لكن هذا ما يعكس ابدا من ناحية التجربة الواقعية، فهنا موضوع يختلف وبشكل كبير. فلما تستخدم الهاتف المحمول مع تصفح مواقع الانترنت مثلا، مشاهدة بعض الفيديوهات، فتلاحظ انه في تعليقات جدا بسيطة، في تأخر في استجابة بعض التطبيقات مثل ادارة المهام والتنقل ما بين يعني صفحة التطبيقات وغيرها. هذا بما يخص بالأداء اليومي، لكن لما تستخدمه مع البرامج والألعاب فموضوع يختلف بشكل كبير، مثل هذا اللعبة اللي نستخدمها دائما لقياس قوة الرسوميات مع هذا الهاتف المحمول، فوجدنا أنه هذا الهاتف قاعد يعطي يعني أداء جيد، في سقوط ملحوظ في عدد الفريمات، وخاصة مع الألعاب اللي تتطلب رسوميات عالية فإنك راح تلاحظ هذا الشيء وبشكل واضح جدا. فهذه تجربة جدا بسيطة مع هذه اللعبة، فممكن تحكم على الشاشة برضو وعلى أيضا الصوت.
بالنسبة للبطارية 2540 من امبير، إذا استخدمت الهاتف باستخدام العادي فممكن يصل معك إلى نهاية اليوم من دون أي مشاكل. في وضعيات الحفاظ على البطارية موجودة في نفس قائمة الأداة اللي شفناها مع الجي 4 وأيضا الجي فليكس 2. طبعا الهاتف المحمول إذا استخدمته بشكل مكثف فممكن ما راح يصمل معك إلى نهاية اليوم، فهذا الشيء لازم تنتبه له. لكن أقدر أقول لك إن البطارية جيدة. خلينا نفارق الصوت على آخر شيء. أخ إلى الآن ما عرفت كيف ألعب اللعبة دي. فهذه كانت تجربة بسيطة بس مع اللعبة عشان تقدر تشوف الأداء الخاص بهذا الهاتف المحمول. بالنسبة للكاميرا، فالكاميرا عندك هنا 8 ميجا بكسل بإمكانها تصوير فيديو 1080 بي، وكاميرا أمامية لمحبين السيلفي. فالكاميرا الأمامية أو الخلفية عفوا ما صح تقدم لك خيارات جدا بسيطة. سبق ونرى هنا مع الجي فليكس تحديدا، لان الاعدادات اللي شفناها في الجي 4 غير موجوده هنا بحكم انه لم يتم تحديث هذا الهاتف الى الان الى 5.1، مع ان 5.0.1 معروف باسم اللوليبوب. طبعا هنا الواجهه المعتاده فما راح ادخل مع التفاصيل. بالنسبه لجوده الصور فلا اتوقع الشيء كويس، ممكن تكون الاضاءه مقبوله تعطيك تفاصيل جدا مقبولة مع هذا الكاميرا، لكن كويس انه محبين السيلفي في 5 ميجا بكسل، ليست واسعة النطاق، فما ادري اذا كان هذا الشيء كويس او لا. بالنسبة لنظام الاندرويد 5.0.1 مع واجهة LG. طبعا هاتف محمول يقدم لك واجهة يعني تقدر تقول انها قريبة نوعا ما مع نظام الاندرويد الخام. ما في سمارت بيلت ان، اذا علقت راح توصل الى مفهوم او الى الخاص ب تحكم بالواجهة الرئيسية سواء كانت تطبيقات صناديق معلوماتية او حتى بالوجتس. طبعا في النق كود الخاص بالنقل مرتين او عدد من النقرات لفتح قفل الشاشة. قائمة الاعدادات هذه هي موجودة. تحكم بالشريحتين من خلال دول سيم كارد موجود في هذه القائمة. فجنرال راح يعطيك بعض الخيارات برضو الباك اب والريسيت، فنفس ما رأينا مع الجي 3 وايضا جي فليكس 2. الواجهه جدا جدا مالوفه. هذا بما يخص بالماجنا، كنت اتمنى يكون بسعه داخليه اكبر وهذا الشيء اللي كان يهم. الكاميرا ليست الافضل من تجربه، ليست الافضل لكن جيد جدا من ناحيه الاستخدام الخفيف. التصميم جودة التصنيع جيده جدا على هذا الهاتف، البطاريه جيده، مواجهه الشاشه جيده مقارنه بالسعر اللي راح تدفعه على هذا الهاتف المحمول. شكرا، خير ان شاء الله، مع السلامه.